يبدو أن الفنانة الكويتية هند البلوشي لم تتخطى طلاقها والأزمة التي عاشتها مع الفنان العراقي علي يوسف بعد، ويبدو أنها تشعر بالحنين إليه. وفي هذا السياق تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر به النجمة العراقية هند البلوشي وهي تعبر عن اشتياقها لزوجها وعن أنها تعيش في حالة صدمة بعد طلاقها. وربط متابعون هذا الفيديو بأزمتها مع الفنان العراقي علي يوسف، معتبرين أن صدق كلامها وأنه كان نابع من القلب هو دليل على هذا الأمر. إلا أن هذا الفيديو الذي انتشر مأخوذ من دورها في مسلسل هي وبناتها، وأكد البعض أن هند فعلاً جسدت الدور بصدق لأنها عاشت هذه التجربة في علاقتها مع علي يوسف. وكانت هند البلوشي قد فاجأت متابعيها سابقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عن الحب بعد تجربة مثيرة للجدل مع الفنان العراقي علي يوسف وثلاث زيجات فاشلة قبله، ونشرت في حسابها الرسمي عبر إنستغرام صورة جديدة لها معلقة بالقول: حبيته حتى انتهى الحب نفسه ونسيته ما كأني بيوم حبيته. يذكر أن البلوشي تزوجت للمرة الثالثة في حياتها في العام 2012 من مشاري العوضي، وأنجبت ابنتهما الأولى عبير في كانون الأول يناير من عام 2013، وفي نهاية العام نفسه أنجبت ابنهما الثاني جاسم. وفي آب أغسطس من العام 2018 أعلن مشاري العوضي طلاقهما، وذلك بعدما طرحت فيديو كليب بعنوان مستفز، وأكد أنهما منفصلان منذ عامين، أي أنهما منفصلان منذ عام 2016، لكنهما تكتما على الموضوع طيلة تلك الفترة. وأعلنت أخيراً البلوشي زواجها من الفنان العراقي علي يوسف الذي أنكر وقوع الزواج، وبعد مشادات على مواقع التواصل الاجتماعي قررت الفنانة الكويتية إغلاق صفحة الموضوع كلياً.